من بعد الآن لن تتدخلي بأي شيء. أنا سأقوم بقيادة الجنود، وأنت ستجلسين في خيمتك مثل كل النساء. من الآن سأبقى في خيمتي. هل تسمحين لي؟ تعالي. ما رأيك يا علاجة؟ ماذا يجب أن أفعل بهذا السيف؟ بما أنني لن أحارب، بما أنني لن أنال ثواب الغزو، إذن هل أذيب حديده وأصنع به المجوهرات؟ أم أجد تاجر خردوات وأبيع سيفي له؟ ماذا تقولين؟ إنه أكثر السيوف حدة في قبيلتنا. لا تقلقي، والدك سيتراجع عن قراره. ما هو وضع الجنود؟ لا يريدون التوقف عن الغزو، يريدون اللحاق بك والقتال معك، يريدون أن تعرفي أنهم تحت إمرتك. فليستعدوا، سأتكلم معهم.